عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما تنادي ابني تشوف 90 مليون بابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عايزة منا فعل مش عايزة كلامنا، كل ما هنخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحرا خضرا بإيد الفلاحين، ونعلم الجيل اللي طالع هي مين. عايزة لما تنادي يا ابني تشوف 90 مليون بابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يستجيب القدر. طب صباح المصريين الذين طابت نفوسهم للحياة فاستجاب لهم القدر. نحييكم مشاهدينا، بداية يوم جديد في ذكرى غالية، ذكرى 3 يوليو، والبدايات دائما أمل. صباح الخير أحمد. صباح الخير رغدة، صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح العمل والبناء. فمنذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، أعطى إشارة البدء لبناء الجمهورية الجديدة، لبناء مصر الحديثة. ففي مثل هذا اليوم اتحد المصريون كافة بكل فئاتهم وكل أنسجة الوطن، اتحدوا في 3 يوليو، وها هي اليوم السواعد المصرية أيضا تتحد، المؤسسات تتحد لبناء الجمهورية الجديدة، لبناء مصر الحديثة. قيل قديما، إذا أردت أن تدب الحياة في بقعة جديدة من الأرض فانشئ طريقة ومد جسورا جديدة تربطها بالمجتمعات النابضة بالحركة والحياة، وها هي مصر الجمهورية الجديدة، تربط الشرق بالغرب، تربط الشمال بالجنوب، تربط أيضا الظهير الصحراوي للمحافظات والمدن الذكية الجديدة بشبكة نقل ذكية حديثة، شبكة نقل صديقة للبيئة، وربما هذا ما نحن بصدده اليوم رغدة. صحيح أحمد، نحييكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بحضراتكم. نحن اليوم موجودون في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، حيث يشرف المشروع الخاص بالقطار الكهربائي الخفيف اليوم بافتتاح السيد الرئيس للمرحلة الأولى منه. هذا القطار هو خط السلام العاصمة الإدارية 10 من رمضان، 6 محطات سيقوم السيد الرئيس اليوم بافتتاح منهم محطة عدلي منصور، حيث البداية مرورا بمجموعة من المحطات فيما بعد العبور المستقبل الشروق هليوبوليس الجديدة، وصولا إلى مدينة بدر. كما يقوم السيد الرئيس أيضا اليوم من خلال تقنية الاجتماعي عن بعد بافتتاح عدد من محطات المترو في المرحلة الثالثة، هو خط العتبة الكيت كات، وهي محطة ناصر، محطة صفاء حجازي، ومحطة ماسبيرو، ومحطة الكيت كات. نعم رغدة، محطة الكيت كات هي محطة تبادلية، محطة تربط خط المترو الأول، خط المترو عفوا امبابا رود الفرج، وأيضا خط جامعة القاهرة. إذا نتحدث عن مد كافة الشرايين في وسائل النقل المختلفة. صحيح. بعضها ببعض لربط كافة المحافظات وكافة المدن الجديدة أيضا. نحن الآن نقف في محطة عدلي منصور، هذه المحطة التبادلية المركزية التي تضم 3 محطات، محطة سكك حديد القاهرة السويس كثاني أكبر خط سكة حديد تم إنشاؤه في مصر، هذا الخط خط القاهرة السويس تم رفع كفاءته وتطويره وأيضا تشغيله بأعلى النظم وأعلى المعايير الخاصة بسلامة الجودة والأمان في النقل والمواصلات، هذه المعايير العالمية. هنا أيضا تضم المحطة محطة مترو الأنفاق نهاية الخط الثالث. نتكلم عن محطة عدلي منصور التي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في 16 أغسطس 2020، وأيضا نتحدث عن مشروع القطار الكهربائي الخفيف
فضلا عن ثلاثة يعني وسائل نقل أخرى مختلفة. نتحدث عن الأتوبيس الترددي الدائري، ونتحدث صحيح. أيضا عن الأتوبيس الترددي الرابط بالمطار رغدة والسوبر جيت. صحيح، القطار الكهربائي الخفيف السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان يمتد لشبكة طولية طولها حوالي 103.3 كيلومتر ل19 محطة، وبتكلفة إجمالية بلغت 44 مليار و900 مليون جنيه. القطار الكهربائي يمر بشكل أساسي بالمدن الجديدة في شرق القاهرة، ونحن اليوم بصدد افتتاح عدد من محطات المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تشمل 12 محطة، منهم 6 محطات تبدأ من عدلي منصور كما قلنا، مرورا بالعبور المستقبل الشروق هليوبوليس الجديدة وصولا إلى مدينة بدر. وهذا الخط الطولي للمحطات الست طوله حوالي 68.81 كيلومتر، وجري العمل في المحطات المتبقية على هذا الخط من المرحلة الأولى، وهو أروبيكيا حدائق العاصمة مطار العاصمة مدينة الثقافة والفنون المنطقة الصناعية ومدينة المعرفة. نعم رغدة، يعني تحدثت عن الخطوط الرئيسية في القطار الكهربائي الخفيف الذي يعد أول وسيلة نقل جماعي تدخل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. فمثلما قالت رغدة، هذا الخط يضم 12 محطة في المرحلة الأولى، ويتبقى باقي المحطات 19 من هذا الخط، ولكن تحديدا محطة بدر هي محطة مزدوجة. هذه المحطة يخرج منها خطين، خط في الشمال يربط المنطقة الصناعية ومدينة العبور، وهو خط غرب العاشر والعاشر والخط المركزي مركز المدينة، وخط آخر في الجنوب، هذا الخط في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة رغدة. صحيح، أيضا المرحلة الثالثة سوف تصل بطول 16 كيلومتر وبواقع 3 محطات، هي غرب العاشر العاشر من رمضان ومركز المدينة. وجدير بالذكر أن القطار الكهربائي سوف يتقاطع مع الخط الثالث للمترو هنا في محطة عدلي منصور بمدينة السلام، ثم يتقاطع مع القطار فائق السرعة في المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك يتقاطع مع المونوريل في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية. أيضا هناك مجموعة من الكباري الخاصة بمسار القطار الخفيف، هناك أيضا مجموعة من كباري السيارات. نحن نتحدث عن طفرة شاملة تحدث في إقليم القاهرة الكبرى، وتحديدا في منطقة شرق القاهرة. ربما هناك بالفعل طفرة كبيرة تحديدا في الكباري العلوية، هذه الكباري التي نستطيع من خلالها أن نقول وداعا لأزمة المزلقانات التي كانت تحدث في الماضي، والتي لطالما أرقت الدولة المصرية بالكثير من الحوادث. هذه هي الفلسفة الجديدة والاستراتيجية الجديدة في بناء السكك الحديد التي تواكب أعلى المعايير الخاصة بالسلامة والأمان لحفظ أمن وسلامة المواطن، وأيضا توفير الوقت، توفير الجهد من خلال هذه الوسيلة. نتحدث عن القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه اليوم وبعد قليل من داخل محطة عدلي منصور المركزية التبادلية. هذه المحطة التي تعد الأكبر ليس فقط في مصر بل في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 15 فدان وتضم 2 موقف للسيارات بإجمالي سعة استيعابية تقدر ب 450 سيارة، فضلا عن مول تجاري. هذا المول مول تجاري، مول خدمي لمرتادي هذه المحطة. مفيش حاجة مستحيلة تقدر عليها، الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. وزارة النقل تعمل على
تطوير 6 قطاعات رئيسية هم المجالات الأساسية لعملها. من بين هذه القطاعات هو قطاع الأنفاق والجر الكهربائي، والقطار الكهربائي الخفيف هذا المشروع الأول من نوعه، أول وسيلة نقل جماعية تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يحقق طفرة نوعية في منظومة النقل الجماعي الذكية في مصر. ويسعدنا أن يكون لدينا في هذا اللقاء سيادة اللواء دكتور عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا. سيادة اللواء، إلى أي مدى القطار الخفيف يعد إضافة مهمة وقوية لمنظومة النقل الجماعي في مصر، خصوصا منظومة النقل الذكي؟ أولا أهلا ومرحبا بحضراتكم في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية. طبعا القطار الكهربائي الخفيف ده أحد وسائل النقل الذكي اللي تم إدخالها لأول مرة في مصر. ده مصمم خصيصا لخدمة التجمعات في منطقة شرق القاهرة، وبيربط مع نهاية الخط الثالث في محطة عدلي منصور اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وبعدين بيمشي موازي لطريق مصر اسماعيلية الصحراوي، بيخدم مناطق تجمعات العبور والمستقبل والشروق، وبعد كده بيوصل لمدينة بدر، بعد كده بيتفرع شمالا الى مدينة العاشر من رمضان، وجنوبا وصولا الى العاصمة الإدارية الجديدة. دي وسيلة زي ما قلت لحضرتك اول مرة تدخل مصر، ودي عشان تتكامل مع باقي منظومة النقل الذكي اللي بتخططها الدولة لخدمة القاهرة الكبرى والتجمعات السكانية اللي حواليها وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة. طيب سيادة اللواء، لا شك انه منظومة مترو الأنفاق والهيئة القومية للأنفاق شهدت الكثير من التطوير في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ 2014 سنة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. إلى أي مدى كل هذا التطوير بيصب في مصلحة المواطن، سواء من خلال الخطوط الجديدة اللي بتربط إقليم القاهرة الكبرى كله ببعض، أو حتى على مستوى الخدمة المقدمة داخل القطارات والحدات المكيف؟ اولا تم وضع خطه استراتيجيه لتحويل معظم وسائل النقل الجماعي في القاهره الكبرى لوسائل نقل ذكيه. نتج عن ذلك تم تخطيط شبكه مترو تبقى مكونه من 5 خطوط مترو، علاوه على اتوبيس ترددي يعمل بالكهرباء، علاوه على خطين لمونوريل شرق النيل وغرب النيل، بالاضافه الى مشروع القطار الكهربائي اللي ان شاء الله سياده الرئيس هيشرفنا بافتتاحه النهارده. قبل 2014 ما كانش عندنا منظومة نقل ذكي بالمعنى الدقيق، كان مجرد عندنا خطين ولكن لا يتم تعريفهم على انهم شبكة. لكن بتنفيذ هذه الخطوط كلها احنا تقريبا شغالين الخط الثالث، هنبتدي تشغيل تجريبي فيه في المرحلة الثالثة ان شاء الله النهاردة. عندنا بننفذ الخط الرابع، في مرحلة طرح الخط السادس، بننفذ على الارض مونوريل شرق النيل وغرب النيل، علاوه على افتتاح ال ار تي المرحله الاولى منه، وبعد كده استكمال المرحله الثانيه والثالثه. علاوه على ان غير ربط شبكه القاهره الكبرى بشبكه نقل ذكي والتجمعات العمرانيه حواليها سواء في الجيزه او في شرق القاهره، احنا بنعمل شبكه خطوط قطار كهربائي فائق السرعه لربط جميع انحاء الجمهوريه بشبكه بتصل اطوالها لحوالي 2000 كيلو، مكونه من 3 خطوط بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، بتربط الدلتا بالصعيد لغايه ابو سمبل، من اول اسكندريه لابو سمبل. فده مشروع طموح جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، والشعب المصري كله بخير. وبمناسبة يوم 3 يوليو، يوم القرار، يوم القرار باسترداد الدولة المصرية وعودتها إلى أهلها من مختطفيها، وسيادتك اسمح لي كمواطن مصري إن أنا أشكر جيشنا وشرطتنا على ما قدموه وعلى تأمينهم لقرار سيادتك وقرار الشعب المصري يوم 3 يوليو، وعلى ما زالوا يقدموه حتى الآن. بنرحب بسيادتك النهارده وبالسادة الضيوف في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية اللي تم تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة. الجمهورية اللي زي ما سيادتك قلت اتولدت من رحم ثورة 30 يونيو. الجمهورية اللي فيها كل حاجة جديدة زي المحطة دي، ما هي جديدة بفكر جديد. محطة عدلي منصور يا فندم تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل اللي سيادتك صدقت عليها، وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربية صديقة للبيئة، وده اللي تم تنفيذه فعلا في محطة عدلي منصور. المحطة فنن فيها 7 وسائل نقل مرة واحدة، ودي تقريبا المرة الأولى في العالم. احنا فنن عملنا بحث على كل المحطات المركزية اللي في العالم كلها، كان أكبرها محطة في فرنسا فيها 4 وسائل نقل. احنا عندنا هنا 7 وسائل نقل منها 4 كهربية. اولها المبنى الرئيسي يا فندم اللي موجود داخله 3 وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس اللي كان بيبدأ من منطقة عين شمس، وسيادتك وجهت ليه في اطار تخطيط منطقة مصر الجديدة كلها وانشاء محور الفريق عصار والفريق العرابي ومنطقة مصر الجديدة كلها، بنقله الى محطة عدلي منصور لفك منطقة الزحام المروري والكثافة المرورية اللي كانت موجودة في منطقة عين شمس، ثم استخدام مسار السكة الحرير كمحور مرور آخر في منطقة مصر الجديدة. الوسيلة الأخرى هي مترو الأنفاق، مترو الأنفاق اللي هو الخط الثالث اللي سيادتك شرفتنا بافتتاح المرحلة الثالثة من المرحلة الرابعة منه هنا في محطة عدلي منصور في 16/8/2020، وده أيضا كهربائي. الخط الثالث هو الـ LRT أو القطار الكهربائي الخفيف اللي سيادتك شرفنا النهارده بافتتاحه والبدء في تشغيله. دول 3 وسائل داخل المحطة المركزية الرئيسية، بالإضافة إلى موقف للسوبر جيت الموجود على شمال حضرتك يا فندم. ده فيه 4 وسائل نقل. أول وسيلة أتوبيس للأقاليم، تاني حاجة أتوبيس كهربي ترددي من عدلي منصور المطار، الخط اللي سيادتك صدقت عليه بدل إنشاء مترو أنفاق مكانه ونوفر فلوسه. الوسيلة اللي بعدها أيضا أتوبيس كهربي ويربط ما بين عدلي منصور وبين موقف السلام للأقاليم وموقف العبور الجديد. الوسيلة السابعة وهي الأتوبيس الترددي السريع الـ BRT على الطريق الدائري اللي بيمر يا فندم أعلى الكوبري العلوي اللي موجود اللي لسه منشأ، وسيادتك يعني يا دوب باركت لنا افتتاحه وتشغيله تجريبي يعني تقريبا من 2-3 شهر. ثم بعد المحطة الرئيسية ومحطة السوبر جيت فيها فني مجموعة من الأنفاق عشان نربط هذه الوسائل كلها مع بعضها، اللي بتنتهي بالقبة الزجاجية اللي قدام حضرتك، مجموعة أنفاق طولها 500 متر وكلها متهوية وكلها مؤمنة بتربط كل المحطات ببعضها، مفيش فرق يا فندم هيمشي في المناطق الخضراء ولا على الطرق ولا حتى هيقطع طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اللي بيعبر منطقة المحطة بكوبري السلام أو طريق سطحي. كل الناس هتحرك يا فندم في أنفاق سواء من المحطة الرئيسية أو للسوبر جيت أو بموقف العربيات الخاصة اللي احنا ما نستناش نعمله يا فندم، عشان احنا دلوقتي يا فندم بنأهل مواطنين على ان هم يعني نحاول نغير ثقافتهم ان هم يستخدموا وسائل النقل الجماعي بدل ما يركبوا العربيات الخاصة. هم جايز كانوا بيركبوا العربيات الخاصة نتيجة ان ما كانش فيه وسائل نقل جماعي يعني لائقة ومؤمنة وفيها رفاهية. ان شاء الله يا فندم بإذن الله احنا بنرغب اهالينا وهم بإذن الله يساعدونا، هيجي بعربيته الملاك يركن فيه باركنج 260 سيارة شمال الطريق، في نفق بيوصله من الباركنج ده حتى محطة سوبر جيت أو المحطة الرئيسية. في تقريبا فنم 10 أبدنة من المناطق الخضراء وعناصر الاتصال. في مول يا فندم موجود، مول تجاري على 6 أبدنة 3 أدوار، الدور الأرضي منه برضو أيضا بناء على توجيه حضرتك بدروم جراج يسع 600 سيارة لخدمة المول والمحطة والمتردين عليها، ثم دورين 2 دور تجاري.
سيادتك يا فندم اتفضل نتفقد مكونات المحطة. هو جاي من ال ار تي او جاي من المتر او جاي من السوبر جيت عايز يروح السويس قطع تذكره قدامه ساعه قدامه نص ساعه لحد ما القطار يطلع يقعد سنتك كده ياخد مشروب ياخد سندوتش ثم او يشتري احتياجاته ثم ينزل على
القطر يا فندم ده قطر تاركو، ده اول قطر من 7 قطارات متعدين على 6، وفيه قطر جاب هديه للشعب المصري. القطر يا فندم ده فيه تكنولوجيا حديثه جدا، بتحول راحه المسافر، امان القطر نفسه. في مهندس يا فندم من المهندسين دايما زي ما سيادتك بتوجه، احنا بنسفر مهندسين وفنيين دوله المنشا او دوله اللي بتصنع لنا القطار او المترو او الريل او زي ما حضرتك بتشوف كل وسيله النهارده، راح اتدرب في شركه تالكو في اسبانيا. جاي يا فندم هنا ده اللي هيشتغل في ورشه الصيانه الاسبانيه، لان حضرتك برضه زي ما حضرتك قلت احنا عاملين عقد صيانه، بنعمل عقد التوريد مع عقد الصيانه على طول. ده من الشباب اللي راح اتدربوا في تالكو. هيقول لي سيادتك ايه الفرق، ويمكن هو الفرق باين جدا يا فندم بين هذا القطار وبين اي قطر عندنا في السكه الحديث، سواء في اسلوب الجر بتاعه او التامين او التعليم. اتفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس محمد حمدي، بتشرف ان اقدم على فخامتك تكنولوجيا تالجو المتطوره، واللي بتقدم خدمه الركاب باعلى مع ضمان اعلى مستويات الرفاهيه والراحه والامان يا فندم للراكب، وده عن طريق اسباب كتير اهمها يا فندم طرق الربط بين كل عربتين بتتم هنا عن طريق 3 نقاط بخلاف القطارات التقليديه من نقطه واحده بس يا فندم. اول نقطه عندنا بتتواجد اسفل منتصف كل عربتين، النقطه الثانيه عن طريق ذراعين توصيل بيربطوا العربه من الاعلى للاسفل، النقطة الثالثة عن طريق أزرع توجيه جانبية، وبيكون ليها الفضل دايما أنها تحافظ على مركزية وتتعامد العجلات طوال الرحلة لضمان أعلى مستويات الأمان. أيضا يا فندم بتأمن مرور القطار بأعلى سرعة في المنحنيات دون حاجة لتخفيض السرعة، وده بيقلل من زمن الرحلات. أيضا يا فندم تكنولوجيا تلجو بيها نظام تعليق بتثبت العربة على رودال تلجو عن طريق هواء مضغوط، وده بيقدم رفاهيه دايما للراكب بدون من غير ما يشعر باهتزاز القطار طوال الرحله يا فندم. القطر القديم كان بيتربط العربيه ببطء وقطر فقط وماشي بقى كده يعني مع نفسها. هنا يا فندم دلوقتي 3 وسائل ربط بالاضافه الى مجموعه وسائل من امان تخلي الراكب اللي جوه كانه راكب عربيه مرسيدس بلا يعني زياده في الكلام. مساعدين افقي وراسي، قرب هواء، سيادتك العربيه تتحرك كده كلها على قرب هواء، الراكب ما يحسش باي حاجه، كلها مؤمنه. الفرامل نفسها، ويمكن محمد نسى يقولها، الفرامل نفسها يا فندم مش فرامل ميكانيكيه فقط، ده فرامل ثلاثيه ميكانيكي وهواء وكهربي، حاجه يا فندم يعني بصراحه مؤمنه جدا. ويمكن الراجل صاحب الشركه قال لي سيادتك ان انا قطري بالظبط كده ما قال، انا فيراري ومرسيدس الاطراف، واحنا ان شاء الله باذن الله يا فندم بعهد سيادتك وللشعب المصري اللي ليه واللي يستاهل كل خير ان شاء الله، احنا يا فندم رايحين للتكنولوجيا دي وكل التطوير بالمنظر ده. شكرا يا فندم. واي فاي فيها فن في ظهر الكرسي، شاشه لعرض افلام وعرض حاجات ترفيهيه، فيها شاشه عامه يا فندم لكل اللي قاعدين في القطر اللي هي موجوده في النص دي. الشاشه دي بتقول النهارده الطريق كام، درجه الحراره كام، المسافه اللي انت هتدفعها كام، كل معلومات الرحله تبقى موجوده على الشاشه العامه اللي موجوده. ولكن الشاشه دي اللي في ظهر الكرسي دي بتعرض حاجات تسليه وحاجات ترفيهيه. كل كرسي يا فندم في ظهره هنا منظره لتناول الطعام او المشروب زيه زي كرسي الطياره بالظبط. احنا فنم العربيه دي فيها 27 كرسي، منهم زي ما قلت لحضرتك 12 كرسي عائلي. طبعا القطارات يا فندم دي
التكنولوجيا عاليه جدا، فاحنا هنشغلها في البدايه بعد اذن حضرتك على القاهره اسكندريه، ثم القاهره الاقصر اسوان، ثم بعد ذلك احنا بنعمل احلال لكل وسائل مواصلاتنا وكل طرقنا تبقى من نفس المنظر ده. اتفضل يا فندم. هنا يا فندم مع شباك الطوارئ دايما بنستهلك بنلاقي في مطرقه طوارئ عشان لو حد لا قدر الله في حادث ولا حاجه يكسر الازاز ويخرج، ده احد وسائل الطوارئ. هنا يا فندم بقى حاجه مهمه جدا كمان، اللي على شمال سقفك دي فرمانه الطوارئ، دي فرمانه خطر. في القطارات العاديه هو بيلف هواء، بيجي الباعه جايين او غيره اي حد عايز يوقف القطر وينزل في المكان اللي هو عايزه، يروح شادد بنف الطوارئ، يروح القطر واقف، يروح نازل ما بين العربيات، العربيات سالتك عندنا كلها مفتحه بين العربيات، يروح نازل يجري. هنا يا فندم بقى هو مجرد ما هيروح ناحيه الفرمانه اليد دي على طول يا فندم في هنا كاميرا لقطاها، الكاميرا دي كل عربيه فيها 7 كاميرات، سالتك هتشوف دلوقتي في غرفه للسيطره والتحكم على القطر كله بالكاميرات، سالتك هتشوفها دلوقتي. اذا لو اي حد سالتك حب يعبث في برامج الطوارئ على طول مش هيقدر ينزل من هنا، وهيتمسك هيتمسك لان هنا امن يا فندم. سالتك اتفضل. دي عربيه في البوفيه يا فندم اللي سالتك داخلها ايه؟ ده فندم محكم الغلط سالتك، مفيش حد هنا حد يقع بين العربيات حد. هنا يا فندم دي عربيه العربيه البوفيه فيها سالتك 4 كراسي لامن القطار، هنا كان امن القطار بيطلع يقف او يلاقي اي كرسي فاضي يقعد فيه، وكان بقى الناس يقول لك طب احنا هنسيب 4 كراسي للامن 10-8 وما يتحجدوش وبيع علينا ثمنهم، لا احنا دلوقتي هنا يا سيادتك بقى عندنا خلاص كراسي الامن، هنا 2 كرسي سيادتك يزاولوا الاحتياجات الخاصه يمين وشمال، بياخدوهم ده رامب يا فندم بيتحط على الباب، مجرد ان في حد يزاول الاحتياجات الخاصه نازل بينزل مع الرامب ده، بيتحط على الباب عشان حتى ما حدش يشيله، هو يقدر يحرك نفسه بالعجله يقدر ينزل. زي ما في سيادتك في حمام لكل المستخدمين، ده يا فندم حمام لزاوي الاحتياجات الخاصه. سواء بالخليه اول ما يجي ناحيه ناحيته او هنا بالباب. الحمام يا فندم طبعا مساحته واسعه جدا تسمح بحركته بالقطار، زائد طبعا سيادتك اليد بتاعته، زائد فيه ليه تليفون، زائد ايضا برضه منطقه غيار الاطفال موجوده فيه. الحمام يا فندم مجهز بكل حاجه ذوي الاحتياجات الخاصه، وده يا فندم ده في كل عربياتنا اللي بنجيبها وفي كل قطاراتنا اللي بنجيبها. حاجه مكتمله. هنا فن غرفه السيطره والتحكم وغرفه الامن، دي سيادتك لها فايدتين. كل عربيه فيها 7 كاميرات جايبه كل حاجه هنا، اي حد بيتنافس في القطر متسجل هنا ومعروف. حاجه ثانيه يا فندم مهمه مش موجوده غير في طرقه، وان شاء الله تكون موجوده في القطار السريع اللي احنا جايبينه من سيمنز ان شاء الله. هنا يا فندم في حساسات بكمبيوتر في كل عربيه تحت العربيه. اي عطل بيحصل في العربيه بيتسجل هنا على الكمبيوتر. الكمبيوتر زي صندوق الاسود يا فندم. العربيه يا فندم هنا قبل ما تروح الورشه غير ان هو صندوق اسود وبرجع له ثاني في اي حوادث لا قدر الله، قبل العربيه قبل القطر ما يخش الورشه بتاعته بيكون باعت في الورشه على طول واي فاي، باعت في الورشه ايه اللي موجود في القطر بحيث ان الورشه تجهز قطع الغيار اللي مطلوبه للقطر قبل ما يخش الورشه. ده يا فندم بوفيه القطار. كل قطر يا فندم فيه عربيه مدير المنظر ده، كل اللي محتاجين اي حاجه في القطار يروح لهم حد عندهم او بيجي ياخد من عندهم. القطر السريع يا فندم ان شاء الله هيبقى فيه عربيه كامله كده. هنا يا فندم الباب ده مخرج الطوارئ، ما بيخرجش الا في الطوارئ لو شد اليد دي او قائد القطار اللي هو رئيس القطار، رئيس القطار اللي هو رئيس المفتشين ورئيس الكمساليه بيجي يا فندم هنا، بيكون دايما احنا انا منبه عليهم كله معاه المفتاح بتاعه، ما بيفتحش ده يا فندم كده الا اذا هو فتح باب يا فندم مدرع زي باب المدرعه بالظبط، امان جاء كامل ضد طبعا الاصوات وضد الضوضاء وضد يعني الحراره عشان التكييف ما يهربش. باب طوارئ يا فندم موجود بابه مع رئيس القطار فقط مش مع اي حد تاني. العربيه الدرجه الثانيه الفرق بينها وبين الدرجه الاولى ان مفيش شاشه في ظهر الكرسي، وان الكرسي ممكن يكون اصغر 5 سم، عشان كده بقى في هنا 4 صفوف من الكراسي وليس 3، هناك 27 كرسي، هنا 44 كرسي. الشاشه سيادتك العامه لكل الناس موجوده، كل الطوارئ موجود، بلف الطوارئ موجود او فرمان الطوارئ موجوده. الكراسي يا فندم هي برضو تعتبر افخم واعلى من الكراسي اللي موجوده عندنا في السكه الحديد، سواء حتى اللي احنا بنجددها او سواء اللي جايه من دوله اخرى، ولكن نفس العربيه ونفس الرفاهيه ونفس الامان ونفس التامين
المسافر، برضه فرمانه الطوارئ، برضه مطرات الطوارئ، الحمامات بتاعتها، كل حاجه فنت زي العربيه الدرجه الاولى، مفيش فرق بينها وبينها، ان دي اوسع شويه او اكبر شويه في عدد الكراسي نتيجه ان الكرسي. دي المحطة اللي سيادتك شرفتنا بافتتاحها في نهاية أو 16/8 بالتحديد 16/8/2020، شغالة تقريبا داخلين على سنتين إلا شهرين. الخط الثالث يا فندم اللي بيبدأ من عدل منصور ثم إلى محور رضا الفرج شمالا وجامعة القاهرة جنوبا، تقريبا سيادتك طوله 41-42 كيلو بالكامل، في 34 محطة، هيشيل 1.5 مليون راكب. هو حاليا يا فندم الجزء المرحلة اللي اتفتحت الملونة اللون الأزرق دي اللي هي يعني من عدل منصور حتى العتبة دي سيادتك بتشيل 1 مليون راكب النهاردة. لما إن شاء الله سيادتك بإذن الله نضيف له المرحلة دي، هنضيف له كمان 500 ألف راكب
ده بدأ تشغيله فندم 2012 كأول مرحلة منه العتبة العباسية، ثم تولت المراحل إلى إن احنا إن شاء الله النهاردة فنم المرحلة الثالثة اللي هي ملونة باللون الأحمر دي. احنا خلصنا منها المرحلة الثالثة ألف اللي هي من العتبة حتى الكتكات، المرحلة كلها فنم 17 كيلو فيها 15 محطة، هتشيل نص مليون راكب زي ما قلت لحضرتك. الجزء الأولاني منها 3 ألف اللي هو من العتبة حتى الكتكات، ودي منطقة مهمة جدا يا فندم، بتعبر طبعا من منطقة العتبة أهم ميدان تجاري وسكني في القاهرة إلى منطقة الكتكات، برضو منطقة مكتظة بالسكان. إحنا متوقع فنم يشيل بالأربعة كيلو بس دول تقريبا 250-300 ألف راكب. المرحلة فنم دي احنا خلصناها بالكامل لفنم دلوقتي اعمال انشائية، بدأنا الاعمال الالكتروميكانيك وتجهيز المحطات ورانا واحنا ماشيين، خلصنا الاربع محطات وجاهزين النهاردة فنم. سيادتك تأذن لنا بالبدء في التشغيل التجريبي من محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك. اتفضل يا طارق. فندم دكتور مهندس طارق حامد جويلي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات النفقية بالهيئة القومية للأنفاق والمشرف على تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث، أستأذن في بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة ألف. تفضل. تفضل يا طارق. شكرا يا طارق. الثلاث خطوط يا فندم دول لما يكتملوا يبقى عندنا ثلاث خطوط لمترو الانفاق تقريبا اجمالي اطوالهم حوالي 120 كيلو. الخط الرابع يا فندم اللي احنا بدانا فيه نشتغل فيه بشركات مصريه وطنيه بناء على توجيه حضرتك، خمس شركات بداوا يا فندم من منطقه الفردوس في 6 اكتوبر مرورا بقى سيادتك بشارع بمنطقه الرمايه وشارع الهرم والمانيال حتى مصر القديمه ثم الرحاب. الخط يا فندم ده طبعا خط طويل جدا طوله 47 كيلو شغالين فيه سيادتك بالشركات المصريه دلوقتي يعني بالتحالف مع مكتب استشاري ياباني وبمنحه من الجايكا اليابانيه وقرض من الجايكا اليابانيه. الخط الخامس يا فندم كان هيمشي مع الطريق الدايري الاحمر اللي سيادتك شايفه ده، سيادتك وجهت ان احنا برضو علشان نستغل وسيله نقل اخرى كهربيه وكل حاجه ولها القدره العاليه جدا على النقل مشينا عليه سيادتك، لان الخط الخامس ده كان هيربط لو سيادتك ملاحظ كان هيربط الخطوط الثلاثه اللي قبليه او الاربعه اللي قبليه. مشينا سيادتك اتوبيس تردد كهربي طوله 113 كيلو لما ضفنا المنطقه فنم بتاعه حدائق اكتوبر والمنطقه بتاعه الهرم لما اتحلت المشكله بتاعتها، بقى عندنا بدل الخط الخامس اصبح فيه اتوبيس تردد سريع على الطريق الدايري. الخط السادس للمترو يا فندم ده دلوقتي في مرحله التصميم والطرح على الشركات العالميه، صحيح في شركه مهتمه بيه وفي دوله مهتميه بيه وبتساعدنا في التصميمات وان شاء الله باذن الله التمويل. هيبدا سيادتك الخط السادس من الخصوص وحتى المعادي الجديده وترى البلد جنوبا، بعديه على طول يبقى عندنا ال ار تي اللي سيادتك مشرفنا النهارده بافتتاحه باذن الله اللي بيبدا من محطه عدلي منصور حتى مدينه بدر وبتفرع فرعتين، فرع تنزل تحت جنوبا في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة وحتى المدينة الرياضية الدولية والربط مع القطار السريع السخنة مطروح، ثم فرع طالعة سيادتك في اتجاه الشمال في اتجاه العاشر من رمضان. الوسيلة السادسة يا فندم وهي مونوريل القاهرة، مونوريل القاهرة مونوريل شرق النيل بيبدأ من منطقة اكتوبر ثم منطقة وادي النيل في المهندسين ثم من استاد القاهرة شرق النيل من استاد القاهره في منطقه يوسف عباس وحتى مدينه العداله في العاصمه الاداريه الجديده. كده يا فندم يبقى عندنا مفهوم الشبكه، عندنا خطوط نقل جماعي كهربيه كلها صديقه للبيئه،
اطولها يا فندم 500 كيلو، وده وانا متاكد من كلامي مفيش دوله في افريقيا والشرق الاوسط عندها 500 كيلو وسائل نقل كهربيه للنقل الجماعي. ان شاء الله يا فندم باذن الله، باذن الله في الجمهوريه الجديده ان شاء الله يبقى سيادتك عندنا كل وسائلنا كهربيه، كل وسائل نقل جماعي، ونرغب اهالينا ان شاء الله ان هم يتركوا عربيتهم الملاكي عشان التلوث وعشان البيئه وعشان الزحام المروري. وايضا بمناسبه طبعا ان احنا رايحين في نوفمبر القادم لمؤتمر المناخ الذي سيقر في شرم الشيخ ان شاء الله في شهر نوفمبر. سيادتك ما نسناش طبعا وسائل النقل دي كلها الكهربيه، الاتوبيسات اتعمل لها محطه مجمعه امام برضه في منطقه محطه عدل منصور مربوطه بالانفاق. سياده اللواء صبري رئيس مجلس اداره شركه سوبر جيت، اتفضل يا صبري. لواء صبري ايوب رئيس مجلس اداره شركه السوبر جيت. تم انشاء محطه حافلات السوبر جيت بعدل منصور على مساحه 1.5 فدان مكونه من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات، وساحه للحافلات تسع حتى 24 حافله منهم 4 حافله كهرباء. بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 رحلة يوم، ومعدل إركاب يصل إلى 5000 راكب. يتواجد داخل الساحة عدد 3 وسيلة مواصلات، حافلات السوبر جيت للنقل بين المحافظات، والأتوبيس الترددي الكهربائي عدل منصور المطار، والحافلات الترددية عدل منصور موقف أقاليم السلام وموقف العبور الجديد. كما تم إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر داخل هذه الساحة بإمكانيات عدد 4 شاحن بقدرة شحن حتى 8 أتوبيس. تم الإنشاء والتجهيز بأيدي وسواعد مصرية وبشركة مصرية خالصة. جميع الأتوبيسات الكهربائية المتواجدة داخل الساحة والجاري شحنها الآن هي إنتاج شركات مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60%. أي أوامر يا فندم؟ شكرا يا صبر. سكك حديد مصر أول وأقدم سكة حديد في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ العمل في إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والأسكندرية بطول 208 كيلومترات عام 1851، وتم الانتهاء منه عام 1854 في عهد الخديوي عباس الأول، كما تم الانتهاء من خط القاهرة السويس في عام 1858. ومع زيادة الاعتماد على هذا المرفق الحيوي نتيجة التطوير العمراني والحضاري والزيادة المتسارعة في النمو السكاني واتساع الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان، كل ذلك أدى إلى زيادة الاعتماد على شبكة خطوط السكك الحديدية. ولقد مر هذا المرفق الحيوي بمراحل تطوير متعاقبة عبر تاريخه، لكنها لم تكن لتواكب الازدياد المتعاظم في عدد السكان وعدد مستخدميه، وهو ما أدى إلى فترات تراجع في شتى قطاعات السكة الحديد، والتي انعكست سلبياً على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. فقبل عام 2014 كان هناك عدد كبير من التحديات
حيث كان متوسط أعمار الجرارات بالهيئة 35 عاماً، معظمها متهالك بشكل كبير، كما أن أسطول عربة الركاب كان متوسط أعماره من 30 إلى 40 عاماً، وأسطول عربات البضائع يعاني من الإهمال، بالإضافة إلى تهالك البنية الأساسية من سكة ومحطات ومزلق نار وتقادم نظم الإشارات ووسائل السيطرة على مسير القطارات وسوء حالة الورش وتقادم المعدات. وفي عام 2014 قالت القيادة السياسية كلمتها واتخذت قرارها. لن نقبل ان احنا يبقى مستوانا كده ولا ادائنا يبقى كده، لازم ننهض ببلدنا ونقوم بيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى هنقوم بيها. وانطلقت رياح التطوير ودارت عجلة التحديث لمنظومة السكك الحديدية والتي تمتلك خطوطا تصل الى 10,000 كيلومتر، حيث تم التخطيط لتطوير جميع قطاعات الهيئة على التوازي، سواء بتطوير الوحدات المتحركة او جرارات او عربات الركاب او عربات البضائع والبنية الأساسية، من خلال تجديدات السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على جميع الخطوط الرئيسية للشبكة لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتطوير الأعمال المدنية والمحطات ونظم التحكم لجميع المزلقنات، وكذلك رفع كفاءة وتطوير الورش المختلفة. ولم تخفل وزارة النقل العنصر البشري والذي تم التركيز على تأهيله ورفع كفاءته، حيث تم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالسكة الحديد لتخريج كوادر جديدة قادرة على مواكبة التطور الكبير في هذا المجال، بالتوازي مع تدريب وإعادة تأهيل العناصر الحالية بالهيئة من خلال تنفيذ دورات تدريبية مكثفة بمراكز التدريب الموجودة بمناطق الهيئة المختلفة. ويهدف هذا التطوير إلى زيادة طاقة النقل للركاب بشبكة السكك الحديدية للوصول إلى طاقة نقل تقدر بواحد ونصف مليون راكب يومياً بحلول عام 2024، ثم مليوني راكب يومياً بحلول عام 2030 بدلاً من مليون راكب يومياً حالياً، وكذلك زيادة حجم المنقول من البضائع بخطوط الشبكة لتصل إلى 13 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل التلوث وزيادة العوائد المالية للهيئة. فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، وكذلك التطوير والتحديث الكامل لأسطول الوحدات المتحركة للركاب والبضائع. ولتطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة للركاب تم التعاقد على توريد 260 جراراً جديداً ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب آلي للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، حيث تم الانتهاء من توريد 110 جرار حتى الآن، وجاري رفع كفاءة وإعادة تأهيل 172 جراراً قديماً، كما تم التركيز على إعادة تأهيل وتطوير جميع عربات الركاب القديمة بالهيئة بإجمالي 1791 عربة، وتم الانتهاء من توريد 658 عربة جديدة للركاب ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة مختلفة الأنواع، والتي تم التعاقد عليها مع التحالف الروسي المجري، والتي تعد أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد. ولقد شهد نهاية العام الماضي لحظة تاريخية فارقة لهيئة سكك حديد مصر، حيث شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رفع آخر عربة قديمة من أسطول التشغيل اليومي. لتصبح كافة عربات أسطول التشغيل اليومي جديدة
أو مجددة بورش الهيئة، والتي تم التخطيط لتطويرها بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات للارتقاء بمستوى خدمات الصيانة والعمرات بهذه الورش وزيادة معدلات السلامة والأمان. وقد تم الانتهاء من تطوير 26 ورشة حتى الآن من إجمالي 33 ورشة. وفي مجال تدعيم أسطول عربات الركاب، فقد تم وصول القطار الأول من إجمالي 7 قطارات من شركة تلجو الإسبانية العالمية، وجري أعمال التشغيل التجريبي للقطار حالياً، حيث تمتاز قطارات تلجو بالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كيلومتراً على الساعة، وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية في عربات الدرجة الثانية، ونظام إنذار للحريق للحفاظ على سلامة الركاب، وشبكة واي فاي، وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، بما يحقق الراحة للركاب في السرعات العالية، ومقاعد ودورات مياه مخصصة لذوي الهمة. كما اهتمت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمجال نقل البضائع، حيث تم التعاقد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتوريد 1215 عربة بضائع جديدة أنواع مختلفة. كما يجرى حاليا اتخاذ إجراءات فعلية لتحويل قطاع نقل البضائع إلى شركة بمشاركة القطاع الخاص لإحداث نقلة نوعية هامة في هذا القطاع الحيوي الهام. سكك حديد مصر تنقل أكثر من 1,000,000 مواطن يوميا، و375 مليون راكب سنويا، وتخدم كافة محافظات الجمهورية. مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة النقل، وتخلق تحديا كبيرا في فتح آفاق جديدة للمواكبة المستمرة للتطوير الحادث عالميا في مجالات النقل المختلفة، وبما يليق ببلد عريق اسمه مصر، وبالجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات في التاريخ، دور تلاقي عنها مكتوبة حكايات. بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. الحكاية في مصر فكر
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع عدلي منصور التبادلي. هذا المجمع الذي يضم القطار الكهربائي الخفيف LRT، أول وسيلة نقل جماعي تدخل العاصمة الإدارية الجديدة. هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر كافة الجهود وفي القلب منها القطاع الخاص أيضا. هنا نتحدث عن شركة أوراسكوم للإنشاءات، إحدى شركاء النجاح أو أحد شركاء النجاح في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية في مصر. نتحدث عن 35 عاما من الشراكة مع وزارة النقل في رحلة التطوير. للحديث أكثر يسعدنا أن ينضم معنا على الهواء مباشرة المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بك باشمهندس. عاوزين نعرف دور شركة أوراسكوم في إنشاء خط القطار الكهربائي الخفيف LRT. بحسب معلوماتي أنتم المسؤولين على تنفيذ خطوط هذا القطار. إحنا الحقيقة كان لنا دورين، إحنا في تحالف مع شركة المقاولين العرب، إحنا اللي نفذنا المحطة التبادلية اللي هي بتربط ما بين المترو والسكة الحديد والLRT، وكمان في نفق بيربط بمراكز الانتظار ومحطة السوبر جيت اللي هي في الناحية الأخرى من الطريق. الحاجة التانية اللي نفذناها لوحدينا كشركة أوراسكوم اللي هو تنفيذ خطوط السكة نفسها. احنا نعتبر من الشركات القليلة في مصر اللي لينا تخصص أكتر من 40 عام بنعمل خطوط سكة حديد. احنا بنعمل البازلت والفلنكات وتوريد القضبان واللحامات، وان احنا نركبها بحيث انه تسمح للشريك الصيني يقدر يركب عليها القطارات وتعمل بشكل امن. باشمهندس، يمكن كل مرتادي وسيلة النقل الجماعية وتحديدا سواء كانت قطارات او خطوط سكة حديدية دائما ما يبحث عن ثلاثة عناصر: عنصر بشري مدرب، امان، وسرعة. الى اي مدى يحقق القطار الكهربائي الخفيف هذه العناصر الثلاثة؟ هو الحقيقة القطر ده بما ان هو اتبنى في الفترة من 2020 وتسلم النهاردة، احنا بنقول ان ده يعتبر احدث التكنولوجيا في هذا المجال وصلت مصر في الوقت الحالي. غير الامان، وغير ان في شركة موجودة حاليا تعاقدت مع وزارة النقل لإدارة وصيانة هذا القطر لمدة افتكر 30 عام. لكن اللي انا عايز اقوله كمان بالاضافة للثلاث عناصر اللي حضرتك قلتهم، في عنصر البيئة، هذا القطر قطر كهربائي لا يستخدم المازوت او السولار، الوقود الاحفوري، وبيستخدم بالعكس بيستخدم كهرباء. ودلوقتي احنا عارفين ان وزارة الكهرباء بتعظم من الطاقة المتجددة، وبالتالي هيبقى الانبعاثات من هذا القطر تعتبر قليلة جدا. ايضا باشمهندس، يعني نحن نتحدث عن استراتيجية متكاملة تعكف عليها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد. هذه الاستراتيجية تشمل تطوير كافة قطاعات النقل والطرق. ايضا دور شركة أوراسكوم في هذه الاستراتيجية كي تتحقق ونرى ما نشاهده اليوم. احنا الحقيقة لينا الشرف ان احنا نبقى في هذه المنظومة. احنا زي ما سيادتك قلت احنا بنشتغل بقالنا يمكن اكتر من 35 عام مع وزارة النقل، لكن في الفترة اللي فاتت احنا بنعمل في مجال مترو الانفاق، احنا بننفذ المونوريل اللي بيربط ما بين القاهرة والعاصمة الادارية وبيربط ما بين القاهرة والستة اكتوبر، احنا مشتركين مع سيمنز في طريق في القطر السريع. الحقيقة طبعا مش هتكلم على الطرق لان الطرق دي حاجة اساسية بتعملها وزارة النقل وايضا الهيئة الهندسية، فاحنا لينا مجال كبير جدا في هذا. اللي انا عايز اقوله كشركة عاملة في مصر وكمستثمر، لازم يبقى في وسيلة نقل للافراد والبضايع ذات كفاءة عالية وآمنة عشان يحصل تطور اقتصادي في البلد. وهذا هو ما يتحقق الان، وده بيتحقق دلوقتي. وانا عايز اقول حاجه بالنسبه للLRT، الLRT النهارده يعتبر اول وسيله نقل من القاهره الى مدينه كبيره قريبه اللي هي العاصمه الاداريه. يعني حضرتك ما فيش زي كده ل 6 اكتوبر، ما فيش زي كده للعشر للسادات، فده هيساعد على سرعه
تسكين العاصمة الإدارية بمعدلات أكبر بكتير من اللي احنا شفناه في 20-30 سنة اللي فاتت. باشمهندس أسامة أبشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، شكرا على وجودك معنا يا فندم في هذه التغطية الحصرية لافتتاح السيد الرئيس لهذه المحطة، محطة عدلي منصور التكاملية. إذا مشاهدينا، في مصر في الجمهورية الجديدة يتم ربط الشمال بالجنوب، يتم ربط الشرق بالغرب، يتم ربط أيضا الظهير الصحراوي والمدن الجديدة الذكية بشبكة نقل آمنة، شبكة نقل ذكية، شبكة نقل سريعة، والأهم من كل ذلك هذه الشبكة تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، تعمل بالطاقة الكهربائية أيضا كبديل للوقود الأحفوري كي تواكب مصر الاتفاقيات الدولية التي مضت عليها فيما يتعلق بتغير المناخ، وتمهيدا أيضا للقمة التي من المرتقب أن تعقد في نوفمبر القادم، قمة المناخ COP27. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر، يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. يا بلد نبني عالما جديد، الجمهورية الجديدة دستورها الحداثة الإنسانية الحياة الكريمة، ومن بين مقومات الحياة الكريمة منظومة نقل آمن ومستدام توفر للمواطنين الراحة والأمان. من بين أيضا الشركات العاملة جنبا إلى جنب مع الشركات الوطنية العاملة في مجال الإنشاءات والمقاولات في هذا المشروع الشركات الأجنبية، وشركة كريك أفيج الصينية هي واحدة من الشركات العاملة في مشروع القطار الكهربائي الخفيف. ونحن لدينا في هذا اللقاء الدكتور مهندس محمد الكافوري من شركة كريك أفيج الصينية. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك. أهلا وسهلا، ربنا يبارك في حضرتك، مبروك للشعب المصري كله. خليني أبدأ مع حضرتك بدور شركة كريك أفيج الصينية في مشروع القطار الكهربائي الخفيف. تمام يا فندم، وحركة تحالف كريك أفيج بيقوم بدور المقاول الرئيسي الحقيقة منذ بداية الفكرة منذ أكثر من 8 سنوات، وإحنا بنقوم بدور مقاول رئيسي بننسق ما بين كافة المقاولين، كبريات الشركات المقاولات المصرية، حوالي 45 مقاول مصري بالإضافة إلى 25 مقاول آخر لأعمال التركيبات. إحنا دورنا مدعوم بالحكومة المصرية والحكومة الصينية. الحقيقة ثمرة التعاون اللي بنجنيها النهاردة هي بداية الانطلاق منظومة القطار المكهرب في مصر. تحالف كريك أفيج حريص تماما على أنه مش بس يمتد دوره كمقاول الرئيسي للإشراف على الأعمال، ولكن أيضا احنا بنقوم بأعمال الدراسات وقيام بالتوريد والتركيب والإشراف على منظومة العمل بالكامل خلال فترة التنفيذ اللي امتدت لحوالي 2 سنين. النهاردة مع معدلات الإنجاز العالية بالسواعد المصرية كنا حريصين تماما على أن يمتد دورنا ليشمل أيضا التنمية المستدامة تحقيقا لرؤية جمهورية مصر العربية 2030. أهمها هو الاهتمام بالعنصر البشري، فبالتالي احنا طلعنا يمكن أكثر من 3 دفعات. دي نقطة مهمة الخاصة بالتدريب يا باشمهندس، حضرتك تقصد تدريب نقل المعرفة، ودي نقطة مهمة مصر حريصة عليها الحقيقة في كل مشروعاتها القومية ليس فقط في هذا المشروع. وأنتم في شركة كريك أفيج الصينية هذا التحالف قمتم بتدريب من الفنيين الكوادر الفنية وكذلك الطلبة، ودي نقطة لافتة للنظر يا باشمهندس. صحيح، هو حقيقة هم الطلبة دول دلوقتي طلعوا على 3 بعثات لجمهورية الصين الشعبية، حوالي 90 طالب هم النهاردة مهندسين وفنيين قاموا بدراسة لمدة 3 سنوات كافة الأنظمة الخاصة بمنظومة القطار المكهرب من الإشارات والاتصالات وأحدث معدات السكة الحديد. امتد كمان دراستهم لتشمل الجانب العملي، فقاموا بأعمال الصيانة والتشغيل للأنظمة المشابهة، وبعدين حضروا تصنيع المعدات ورجعوا لجمهورية مصر العربية للقيام بمساهمة في التركيب،
ومن ثم الإشراف على أعمال التنفيذ. والنهاردة هم نواة لشركة الصيانة اللي تحالف كريك أفيك أيضا منوط بيها إنها تقوم بتوفير الصيانة لمنظومة القطار المكهرب لمدة 12 سنة شاملة توفير قطع الغيار. فأصبح النهاردة مش بس بننشئ منظومة عمل على أحدث التكنولوجيا لفترة وجيزة من الزمن، ولكن أيضا هو مشروع مستدام زي ما تحالف كريك أفيك ورؤية وزارة النقل ورؤية هيئة قومية للأنفاق، إن احنا لمدة 12 سنة في أكثر من 790 موظف ما بين مهندسين وفنيين وعمال بيقوموا بصيانة المنظومة عشان تعمل بأعلى كفاءة وتحقق أعلى معدلات أمان دولية وكمان اعتمادية للتشغيل، بحيث إن احنا نوفر للشعب المصري أحسن وسيلة نظيفة وآمنة. وهي احنا سعداء جدا إن احنا أول وسيلة نقل جماعي بتوصل للعاصمة الإدارية النهاردة. احنا نقدر نوصل من النهاردة من عدي منصور لحد مدينة الفنون حسب ما تم الافتتاح اليوم، وبإذن الله النهاردة أيضا العمل لازال مستمر في الامتداد الجنوبي ليصل بعد جنوب طريق العين السخنة للتبادل مع القطار السريع، وأيضا امتداد شمالي عشان نوصل ونخدم أهالينا في العاشر من رمضان لحد وصولا لقلب مدينة العاشر من رمضان. أخيرا يا باشمهندس، أهمية وجود احتكاك مباشر ما بين التحالفات الوطنية والشركات الرائدة الحقيقة مش بس في مصر، حتى في المنطقة الأفريقية والعربية، وبين الخبرات الأجنبية. صحيح يا فندم، احنا بنتعامل مع كبريات شركات المقاولات ومكاتب الاستشارية في جمهورية مصر العربية، ونقل المحتوى أو نقل المعرفة والاهتمام بالمحتوى المحلي ده اللي مخلي عندنا أكثر من 250 مهندس بيقوموا بالتنسيق بصورة يومية. والحقيقة احنا النهاردة بنحتفل بثمرة مجهودهم السواعد المصرية اللي تعاونت مع الخبرات الصينية عشان نوصل بالتعاون ما بين الحكومة المصرية والصينية لمشروع قومي جبار على مستوى عالمي إن شاء الله نقدر نحافظ عليه ونشوف الامتداد الشمالي والجنوبي ليه قريبا بإذن الله. أنا بشكر حضرتك دكتور مهندس محمد الكافوري ممثل شركة كريك أفيك الصينية في مصر، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وألف ألف مبروك. تحية مصر فن. مشاهدينا الكرام، 5 محطات رئيسية يتم افتتاحها في هذه المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف LRT. هذه المحطات بالإضافة إلى محطة عدلي منصور كونها محطة تبادلية رئيسية في هذا المشروع، نتحدث عن محطة العبور المستقبل الشروق هليوبلس الجديدة وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة بدر. محطة بدر التي تعد من أكبر المحطات في هذا المشروع كونها محطة تبادلية تضم خط العاصمة الإدارية جنوبا وخط آخر للعاشر من رمضان شمالا، بالإضافة إلى محطة تبادلية لخط السكة الحديد القاهرة السويس. هذا وهذه المحطة قام بتنفيذها شركة كونكورد للهندسة والمقاولات. يسعدنا أن يكون معنا رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أحمد العبدة. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور، أهلا وسهلا باشمهندس. يعني إذا تحدثنا عن هذا المشروع الذي نحن بصدده اليوم وبصدد افتتاحه، محطة عدلي منصور التبادلية المقامة على مساحة 15 فدان،
إلى أي مدى ترى أن هذا المشروع وتحديدا القطار الكهربائي الخفيف سوف يغير من منظومة النقل في مصر؟ بص، هو المشروع ده مشروع عبقري. الناس لو مش عارفة، المشروع ده بيخدم حوالي 1,000,000 واحد في اليوم، بيتنقلوا من أي حتة للعاصمة الإدارية. يعني هي رابطة المترو، وبالتالي رابطة المونوريل، عندك هنا السوبر جيت والقطر والاتوبيس الترددي الكهرباء، ده اللي بيجيب من المطار. يمكن اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو اللي في خلفنا دلوقتي، الاتوبيس الترددي والسوبر جيت. ايوه، انا بتكلم على محطه عدلي منصور، دي من اكبر المحطات في الشرق الاوسط. لما الحاجات دي كلها عشان اللي عايز يروح العاصمه الاداريه الجديده. بالنسبه لمشاركتنا احنا في المشروع، انا بحكي لك عموما ده على ال ار تي، وكمان كونه كمان مشروع صديق للبيئه، ده بيخدم 1,000,000 نسمة، وهيوفر طاقة حوالي 1,400,000,000 جنيه بترول، يعني بنزين، على أساس إن الميكروباصات والأوتوبيسات هتقل. 1,000,000 نسمة دول بيستهلكوا حوالي 1,400,000,000 جنيه، غير طبعا انبعاثات هتقل، وزي ما انت قلت صديق البيئة. نرجع تاني لعدلي منصور. عدلي منصور تعتبر أكبر محطة تقريبا في الشرق الأوسط، عشان بتضم تبادلية الحاجات اللي انت قلتها دي كلها. بالنسبة لمساهمتنا في عدلي منصور، احنا عاملين المول اللي ورا، معرفش باين ولا لا، ده على مساحة 25,000 متر. ده هيبقى برضو موضوع عبقري سيادة الرئيس أمر بيه، ان هو انت عندك 1,000 سيارة بتركن فيه باركينج. لو انت عندك عربيتك عايز تنزل تروح العاصمة، اسهل لك واوفر لك ان انت تيجي تركن العربيه وتاخد، ولو عايز تشرب قهوه ولا تشرب حاجه في المول ولا تشتري حاجه، وتاخد ال ار تي تطلع بيه للعاصمه. في 50 دقيقة تبقى في العاصمه، قطر حلو جدا، في واي فاي، تخلص شغلك. فالموضوع فعلا فعلا حلو جدا يعني. وماذا عن محطه بدر؟ يمكن هي اهم الاسهامات التي قمتم بها في هذا المشروع. احنا عملنا محطه الشروق ومحطه بدر ونفق محطه بدر، وحوالي 500 متر، وعاملين كباري للمسار، كوبري 3 كيلو كوبري 6 كيلو. محطة بدر هي تعتبر أكبر محطة للـ LRT للقطر الخفيف. طبعا هنا المحطة دي عشان فيها حاجات تانية زي المترو، لكن كقطر كهربائي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، أكبر محطة هي محطة بدر. محطة بدر هي تعتبر القلب النابض للقطر الخفيف، لأن عندنا المحطتين الكهرباء اللي بيغذوا القطر وبيغذوا المحطات بالكهرباء كاملة. وبعدين زي ما انت اثرت، احنا عندنا 4 أرصفة، اكتر يعني ضعف اي محطه تانية، عشان القطر اللي جاي من الشمال من العاشر، والجنوبا الى العاصمه الاداريه، على مساحه 18,000 متر. عاملين كل حاجه، حتى ذوي الهمم، اخواتنا المكفوفين، عاملين كل حاجه اعلى ستاندرد عالمي اللي هو لكل الناس يعني. ده اللي احنا عهدناه دايما من شركة كونكورد للهندسة والمقاولات كشريك رئيسي لتطوير منظومة النقل في مصر، وأيضا شريك لوزارة النقل في كافة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بتطوير هذه الطرق والكباري. المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، بنشكر حضرتك. شكرا يا فندم. شعاع الشمس في عيونهم غزل ميت خير،
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دور وطني لتحالف الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء والمقاولات والبناء التحتية. عشرات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال تسطر سطرا جديدا في سجل الإنجازات المصرية. لدي في هذا اللقاء دكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة. دكتور أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بك. دكتور مصطفى، خليني أعرف أولا، يعني هذا ليس المشروع الأول لكم مع الحكومة المصرية في مشروعات التنمية الشاملة والمشروعات القومية العملاقة. خلينا نتكلم سريعا عن سجل أو تاريخ الشركة مع الحكومة في هذه المشروعات. الحقيقة إحنا كمجموعة مدكور تشرفنا بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ رؤية واضحة للقيادة السياسية في مصر من 2014، رؤية للمشروعات القومية وإرادة فولاذية في متابعة وتنفيذ هذه المشروعات. كمجموعة مدكور احنا شركة رائدة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق في مجال الطاقة والمياه. من 2014 شاركنا في الخطة الإسعافية للكهرباء، والحمد لله تم حل مشكلة الكهرباء في مصر حل جذري. الشركة ساهمت في العديد من مشروعات توليد الطاقة الكهربية ومشروعات محطات المحولات. احنا نفذنا أكثر من 25 محطة محولات على مساحة جمهورية مصر العربية بالكامل، من تشكى للعريش في سيناء، للشيخ زويد، للضبعة، للقاهرة، للعاصمة الإدارية الجديدة. في جميع مناطق مصر نفذنا محطات محولات ونفذنا شبكات ربط المحطات دي. في نفس الوقت اشتركنا في مشروعات المياه، فنفذنا مشروعات تحلية مياه في أبورديس ومعالجة مياه في الحومدية، ونفذنا خطوط نقل مياه في بئر العبد في سيناء وفي الحمام، واشتركنا في مشروعات البنية الأساسية للاستصلاح الزراعي. فاحنا من أول الشركات اللي ساهمت في مشروع تشكى، في 100,000 فدان الأولى في مشروع تشكى اللي زرعوا قمح والريس افتتحهم في موسم الحصاد، وشاركنا في مشروع مستقبل مصر وفي مشروع الدلتا الجديد. فاحنا شاركنا في العديد من المشروعات. في نفس الوقت الشركة تواكبا مع رؤية الدولة عندنا ذراع لتشغيل وصيانة وإدارة المرافق بعد الانتهاء من تنفيذها، ودي رؤية بتدي فرصة للقطاع الخاص في إدارة مرافق الدولة. خليني أعرف دور حضراتكم وحجم أعمالكم في مشروع القطار الكهربائي الخفيف. قد إيه خدتوا وقت استغرق منكم تنفيذ الأعمال وحجم الأعمال المشاركة من جانب مجموعة مدكور؟ تمام. الحقيقة مشروع الإطار السريع الكهربائي إحنا كان لنا دور في تصميم وتنفيذ محطات الكهرباء المغذية لهذا المشروع، فنفذنا محطتين محولات عملاقة 220 على 27.5 كيلو فولت، ونفذنا توسعات محطة بدر 500 لربط المحطات دي بالشبكة، ونفذنا 16 محطة تغذية على طول المسار بخطوط ربطهم مع محطات المحولات. المشروع ده اتنفذ في 10 شهور، وده زمن قياسي بمتابعة حثيثة من وزارة النقل. اشترك فيه أكثر من 1200 عامل ومهندس في تنفيذ المشروع. كنا شغالين تقريبا على مدار 24 ساعة خلال العشر شهور السابقة للانتهاء من تنفيذ المشروع. الحمد لله النهاردة تم الانتهاء من التنفيذ، وبنتشغل بالافتتاح إن شاء الله بكرة إن شاء الله.
دكتور مصطفى، توجيهات السيد الرئيس كانت واضحة بعدم توقف العمل في أي من المشروعات سواء وقت جائحة كورونا أو حتى مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لأي ده بيمثل دفعة قوية ومهمة لعمليات التشغيل في المجال الخاص بحضراتكم أو حتى في مجال الإنشاءات العامة أيضا. الحقيقة احنا يعني لاحظنا في فترة كورونا وحتى بعد الحرب ان المتابعة اصبحت اشد، والاصرار على ان احنا نستمر في العمل وتذليل كل العقبات لينا كانت بتتم. وهتلاقي ان احنا نفذنا مثلا في مشروع توشكا في سنة 2020 في بداية كورونا، نفذنا مشروع عملاق في توشكا لاستصلاح الارض وزراعة قمح، ولم نتوقف على الاطلاق وشغالين ال 24 ساعة فعلا يعني. طيب المشروعات اللي حضراتكم بتعملوا فيها الآن أو حتى المستقبلية اللي هيتم العمل فيها من جانب مجموعة مدكور؟ الحقيقه المشروعات اللي احنا بننافس فيها دلوقتي ولها بعد مستقبلي وتمثل رؤيه للدوله يجي على اساسها مشروعين: مشروع تنميه زراعيه في الوادي الجديد وفي مستقبل مصر وفي غرب المنيا وفي سيناء وفي توشكا. احنا مشتركين في كل هذه المشروعات بمتابعه واراده شديده من الدوله لتنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها، فاحنا عندنا عدد كبير من الاعمال او كميه كبيره من الاعمال بننافس فيها دلوقتي. الحاجه الثانيه مشروع المبادره الرئيسيه حياه كريمه، احنا مشتركين في مبادره حياه كريمه بننفذ أكثر من 9 محافظات، بنشتغل في أكثر من 9 محافظات، وخلصنا المرحلة الأولى في مركز من المراكز وشغالين إن شاء الله في المرحلة الثانية هنبدأ فيها مع بداية السنة إن شاء الله. في نهاية اللقاء بشكر حضرتك دكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، بالتوفيق وألف مبروك. الله يخليك، متشكر جدا، ألف شكر لحضرتك. اللي شايفه حلم او خيال، اوصف الجمال بقول في ايه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عامله ايه. ده اللي شايفه I'm not afraid to die.
إذن مشاهدينا، نحن بصدد افتتاح مجمع عدلي منصور للنقل التبادلي، حيث يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن بجولة تفقدية داخل هذا المجمع المقام على مساحة 15 فدان، ويعد هو الأكبر من نوعه ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط وأيضا إفريقيا. هذا المجمع ما كان ليتحقق ويصبح حقيقة على أرض الواقع لولا تضافر كافة الجهود وتحديدا شركات القطاع الخاص. من بين هذه الشركات شركة بتروجيت، وهي إحدى الأذرع الوطنية القوية التي تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز من استراتيجية الدولة في تطوير السكك الحديدية وأيضا رفع كفاءتها. عن دور شركة بتروجيت يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك. أهلا بك باشمهندس. في البداية عاوزين نعرف يعني سابقة أعمالكم أو المشروعات التي ساهمتم فيها لرفع كفاءة السكك الحديدية واستحداث غيرها جديدة. الحقيقة زي ما حضرتك شرفت وقلت أن شركة بتروجيت أحدى شركات قطاع البترول المصري. شرفت الشركة بثقة الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى اللي بتعزز خطة التنمية المستدامة اللي بتتبناها الدولة. الحقيقة الشركة قامت بتنفيذ مشروع التخزين الاستراتيجي للخام لقطاع البترول المصري، وده من المشاريع العملاقة اللي تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما حصلت على أفضل مشروع عالمي من مؤسسة ميد العالمية لسنة 2021. الشركة أيضا تمت الانتهاء من تنفيذ مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت في أسيوط، بتشارك الآن في توسعة معمل ميدور لتكرير البترول في الإسكندرية. الشركة شاركت قبل كده في مشروع أنفاق الإسماعيلية تحيا مصر، وده برضو تم تسجيله وحصل على أفضل مشروع عالمي من مؤسسة ميد العالمية لعام 2020. قامت الشركة أيضا بتنفيذ مشروع أنفاق نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس. شاركت الشركة في مشروعات الاستراتيجية زي صوامع تخزين الغلال في مرحلتها الأولى والثانية. بتشارك الشركة الآن في مشروع المرحلة الأولى لخط الرابع لمترو أنفاق من ميدان الرماية للملك الصالح. بتشارك الشركة في العديد من المشروعات زي الشبكة القومية للطرق. ربما من كثرة المشروعات القومية في مجال السكة الحديد تحديدا، يعني هنفتح القوس لكن مش هنقفله، خلينا نتكلم باشمهندس وليد تحديدا عن يعني دور الشركة فيما نحن بصدده اليوم، وهو افتتاح المرحلة الأولى من الخط أو القطار الكهربائي الخفيف الـ LRT. ماذا قامت شركة بتروجيت في هذا المشروع؟ الشركة شاركت من خلال ائتلاف الشركات القومية في تنفيذ المشروع، قامت بتنفيذ محطتي العبور والمستقبل، وده تم تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات المعمارية شاملة الكباري المشاة اللي بتعدي فوق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، كما أيضا شاركت وتم تنفيذ مسارات القطار في من خلال الكوبري الروبيكي 1 بطول 950 متر وكوبري الرويكي 2 بطول 450 متر. لينا هنا وقفة بقى تحديدا، لأن لفت نظري أثناء يعني القراءة عن هذا المشروع فكرة هذه الكباري. نتحدث عن الرويكي 1 950 متر والرويكي 2 450 متر، أهمية هذه الكباري هل نقول وداعا لمشاكل المزلقانات؟ هو الغرض فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو الغرض من الكوبري الرويكي 1 و 2 أنه هو بيتفادى كل التقاطعات. كوبري الروبيكي 1 و 2 كوبري الروبيكي 1 بيفادي التقاطع مع قطار عين شمس السويس وايضا نزله الدائري الاقليمي. كوبري الروبيكي 2 بيتفادى الطريق الدائري الاقليمي برضو، كده بيمنع اي تقاطع على مسار القطار الكهربائي الخفيف، وكده يبقى ده ضمن خطه الغاء جميع المزلقانات على مستوى الدوله. اهم التحديات سريعا، التحديات اللي احنا قابلناها هنا الحقيقه ان يعني مش عايزين نقول تحديات لان كل الجهود كانت متضافره لحل اي مشاكل تواجه المشروع. واجهنا طبعا تحديات زي اي مشروع، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب عليها بتضافر كافه الوزارات والشركات من انفراستراكشر موجوده قديمه، تقاطع مع الطريق الدائري الاقليمي،
ده خلانا ان احنا نبقى نعمل الكباري دي سابقه الصب، بحيث ان احنا مش ممكن ان احنا نوقف الطريق الدائري الاقليمي، وده من ضمن التحديات الكبيره اللي قابلناها في تنفيذ المشروع. وهذه هي مصر الجمهوريه الجديده التي تذلل كافه العقبات من اجل تعظيم الاستفاده من المشاريع القوميه الكبرى، لان المستفيد الاول والاخير فيها هو المواطن المصري المهندس وليد لطفي رئيس مجلس اداره شركه بتروجيت والعضو المنتدب. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نذكركم بأننا اليوم نحن موجودين في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية لنشهد اليوم افتتاح السيد الرئيس لمجموعة من المشروعات المهمة والرائدة في مجال النقل وتحديدا النقل الجماعي. وواحدة من كبريات الشركات وأعراقها العاملة في مجال المقاولات منذ عشرات السنوات في أفريقيا والمنطقة العربية هي شركة المقاولون العرب. وأنا أرحب بضيفي في هذا اللقاء المهندس أحمد العصار نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. مهندس أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس وألف مبروك. الله يبارك فيكي ومبروك لكل المصريين على الإنجاز الكبير اللي احنا بنشوفه النهارده. باشمهندس خليني أبدأ مع حضرتك بتاريخ الشركة في مجال إنشاء وتأسيس مترو الأنفاق في مصر، لأنه المقاولين العرب هي شركة رائدة في هذا المجال بالتحديد.
شركة المقاولين العرب ابتدت مترو الأنفاق من مراحله الأولانية من الثمانينات في شراكة مع الشركات الفرنسية اللي كانت بتنفذ المشروع في ذلك الوقت، واشتركنا في جميع المراحل على مدار السنين كلها وصولا بالجزء الثالث من المرحلة الثالثة اللي هو بيبتدي التشغيل التجريبي له النهاردة إن شاء الله، ودي اتنفذ بشراكة مع شركة فينسي الفرنسية والمقاولين العرب وشركة بويج الفرنسية وشركة أوراسكو. طب خليني اتعرف من حضرتك على دوركو في هذا المشروع، مشروع القطار الكهربائي الخفيف تحديدا، وليه بتعتبره محطه عدلي منصور عمل هندسي فريد؟ المقاولين العرب بتدور في المشروع، بتقود تحالف الشركات المدنيه المكون من 4 شركات اللي نفذت كل اعمال المحطات في المشروع، ونفذنا كباري المسار. ودور شركة المقاولين العرب تحديدا في المشروع تنفيذ محطة عدلي منصور، محطة هليوبلس الجديدة، محطة الروبيكي، و3 كيلو من كوبري المسار في العاصمة 2. بالنسبة لمحطة عدلي منصور هي بتعتبر عمل هندسي فريد، لأن هي المحطة مقامة على 15 فدان، والتغطية بتاعتها زي ما احنا شايفين السقف المعدني اللي موجود ده أول مرة يتنفذ بهذا التصميم في مصر، ده مقام على 24,000 متر مسطح، ومكون تقريبا من حوالي 3000 متر من المواسير الصلب زي ما حضرتك شايفه، على 50 عمود دائري، ارتفاع الواجهه 19 متر، الواجهه الزجاجيه 19 متر. اول مره بننفذ المشروع زي ده بالضخامه دي، وده طبعا بيدينا خبره كبيره لتنفيذها على المحفل الافريقي لانتشار المقاولين العرب في الدول الافريقيه وامكانيه اقامه مشاريع بمصر. طيب حجم العمالة اللي شاركت في هذا المشروع وقد ايه استغرق وقت منكم لانجاز عملكم في مشروع القطار الكهربائي الخفي؟ اشترك في المشروع هنا حوالي 200 مهندس، 800 عامل، 10 مليون ونص ساعة عمل، 20 ألف ساعة عمل في المعدات. العمل هنا استغرق 18 شهر، طبعا احنا خلاص بقينا متعودين على الأرقام القياسية في وقت تنفيذ المشروعات، وكان الحقيقه كان في تعاون كامل من الهيئه القوميه للانفاق وهيئه السكه الحديد، جميع قطاعات وزاره النقل اللي بتشارك في المشروع، هي ملحمه كامله تضافر فيها كل الشركات والهيئات اللي تابعه لوزاره النقل. طيب اخيرا يا باشمهندس، وجود شركات وطنيه في تحالف وطني في مجال المشروعات القوميه الضخمه وبيضاف اليها في بعض المشروعات ايضا الخبرات الاجنبيه، لاي مدى ده اضافه مهمه وقويه لهذه الشركات ويفتح لها ايضا مجال للاسواق الخارجيه رغم حجم المنافسه الكبير؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا الاحتكاك والاشتراك مع الشركات الاجنبيه في المراحل المختلفه وصلنا لان احنا من سنتين بالاشتراك مع شركه اوراسكوم كانت لاول مره في تاريخ مصر نفذنا مشروع المترو جسر السويس اللي هي المرحله الرابعه من الخط الثالث، وشرفنا سياده الرئيس بافتتاحها. حاليا بنعمل في مشروع مونوريل، بننفذ مشروع مونوريل 6 اكتوبر بايدي مصريه 100%، كمان بننفذ 4 محطات في مونوريل العاصمه. الخط القطار السريع بننفذ فيه محطتين، بننفذ 11 كيلو من كباري المسار، كله خبرات مصريه وايد مصريه 100%. دي بتحطنا في مصاف الشركات العالميه، بتاهلنا لان احنا نفوز بمناقصات دوليه على غرار اللي تم في مشروع سد تنزانيا اللي احنا بننفذ فيه دلوقتي. في النهايه انا بشكر حضرتك المهندس احمد العصار نائب اول رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب، شكرا جزيلا يا فندم. اشكرك يا فندم. عايزة ايد لحظة وجعها تشيل آلامها، عايزة تشوف المخلصين رافعين علامها، عايزة قلب صاحي الخوف ما يعرفوش، عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما التاني يبني تشوف 90 مليون بيبني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عايزة منا فعل مش عايزة كلام، كل ما هنخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحرا خضرا
ينساهوش. عايزه الكل يشيل كبيرها ما ينساهوش. عارفين مصر عايزه ايه. مشاهدينا الكرام، الدولة المصرية ووزارة النقل استطاعت خلال الثمان سنوات الماضية أن تحقق نهضة حقيقية وطفرة غير مسبوقة في مجال الطرق وشبكة السكك الحديدية أيضا ومترو الأنفاق. هذه الشبكة تعود بالنفع وتنعكس مباشرة على الارتقاء بحياة المواطن المصري. ربما يضيف لهذه القيمة أيضا ما نحن بصدده الآن، محطة عدلي منصور التبادلية. هذه المحطة التي تضم ثلاث محطات للقطار، نتحدث عن الخط الثالث لمترو الأنفاق، نتحدث أيضا عن قطار القاهرة السويس، وأخيرا افتتاح المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف LRT. أيضا إذا تحدثنا عن تصنيف مصر في مجال شبكة الطرق، فسنجد أن مصر حققت قفزة كبيرة، وصلت إلى المرتبة رقم 28 في جودة الطرق، بالإضافة بأنه عند استكمال شبكة القطار السريع سوف تكون الشبكة رقم 6 على مستوى العالم. ماذا يحدث في مصر؟ ماذا يحدث في مصر أيضا من خلال تطوير مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من المهندس شريف حسن، نائب رئيس هيئة الأنفاق. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. باشمهندس، يعني في البداية احنا نتحدث عن مرحلة أولى، هذه المرحلة للقطار الكهربائي الخفيف LRT، يعني ماذا سيضيف هذا القطار إلى المواطن المصري؟ القطار الكهربي النهاردة بيعمل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي في مصر. أولا احنا النهاردة احنا شايفين الطرق، الازدحام موجود ازاي في الطرق، وخاصة حتى على الطرق السريعة. النهاردة لما نقول ان القطر الكهربي النهاردة ينطلق من محطة عدلي منصور المركزية إلى اتجاه العاصمة الإدارية، مرورا بعدد من المدن الجديدة زي مدينة العبور، زي مدينة المستقبل، زي مدينة نيو هليوبلس، زي مدينة بدر، ومرورا بمطار العاصمة وحتى مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية. كل المدن الجديدة دي يربطها النهاردة وسيلة نقل واحدة، هي وسيلة نقل جماعية بتسع حوالي، يعني انا النهارده القطر الواحد بياخد حوالي 2000 ل 2100 فرد. لما نقول ان الرحله بياخد فيها 2000 فرد، يبقى النهارده لو انا جيت ترجمتها لعدد من وسائل النقل زي الاتوبيسات وزي الميني، هقدر استوعب كم الازدحام اللي انا ممكن الاقيه في الطريق. فده النهارده بينقلني نقله تانية خالص بوسيله اكثر امانا، وسيله صديقه للبيئه، تقدر النهاردة تحافظ على التوقيت بتاعك، تقدر وانت طالع من عدلي منصور تدي توقيت مظبوط جدا، لان واحد بعد ساعة او 50 دقيقة بالظبط هتلاقيه نفسك موجود في العاصمة الادارية. النهاردة ده بيعمل انتظام في جميع وسائل او مناحي الحياة المدنية. باشمهندس، ايضا يعني ربما وسيلة النقل الجماعية في مصر عانت منذ سنوات بعيدة بالاهمال وعدم التطوير وايضا عدم رفع كفاءة العنصر البشري. في ظل هذا التحديث والتطوير، يعني هل تم رفع كفاءة العنصر البشري ام اللجوء الى وسائل نقل لا تعتمد على العنصر البشري؟ تم تحديد موقع المحطات طبقا للكثافة السكانية المتوقعة. احنا كان عندنا في المرحلة الرابعة اللي احنا افتتحناها في 2020 كثافة سكانية تتمثل في شارع جسر السويس والمرحلة من عند النزهة. النهاردة احنا لما بنيجي نقول ان النهاردة خدنا من اول ناصر عند دار القضاء العالي وارتبطت بمحطة العتبة واتجهنا الى الكيت كات مرورا بصفاء حجازي ومرورا بمزبيرو، الكثافة السكانية طبعا كلنا عارفين ان الكثافة السكانية في المناطق دي عالية جدا، والطرق ما تستوعبش الكثافه اللي هي اللي موجوده. النهارده في توسيع للطرق، في كباري جديده بتتعمل، واحنا بنساهم النهارده كوزاره نقل معانا وكهيئه انفاق في الخط المرحله الثالثه من الخط الثالث، في ان احنا النهارده شلنا كثافه سكانيه او قدرنا نساهم في تخفيف كثافه السيوله المروريه في هذه المنطقه. المهندس شريف حسن، نائب رئيس هيئة الأنفاق، بنشكر حضرتك يا فندم وكل يعني التمنيات بالنجاح والتوفيق فيما هو قادم. شكرا.
البدايات دائما تحمل أمل جديد. منظومة النقل الذكي في مصر تبدأ من اليوم. أول قطار كهربائي خفيف يمثل باكورة وسائل النقل الجماعي للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة. تحالف الشركات الوطنية التي كان لها دور مهم في تنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى بعض الشركات والخبرات الأجنبية. وهي مؤسسة وطنية تعمل منذ أكثر من 85 عاما في مجال مشروعات التنمية ومشروعات البناء التحتية وكذلك مشروعات الطاقة الخضراء، وكذلك ما زالت تسهم في المشروعات الخاصة بالتنمية الشاملة، المشروعات العملاقة الضخمة في مصر. هي شركة حسن علام القابضة. معي في هذا اللقاء السيد المهندس محمد الدهشوري، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. احنا الحقيقة سعداء ان احنا شاركنا في مشروع الـ LRT، وزي ما حضرتك قلتي ده طفرة جديدة في وسائل النقل الذكية الحديثة، وده مش غريب على مصر من سنة 2014، والحقيقة في كافة المجالات في النقل والصناعة والبنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة. الحقيقة احنا يعني شفنا وساهمنا في أكتر من مشروع خلانا كلنا يعني بنزداد فخر، وحتى كل العاملين في الشركة بيزدادوا فخر بالمساهمة بتاعت شركة حسن علام في المشاريع القومية الكبيرة. باشمهندس دوركم في هذا المشروع، حجم العمالة اللي شاركت وكم استغرق الوقت، يعني كم عدد ساعات العمل اللي استغرقتكم من حضراتكم لإنفاذ هذه الأعمال؟ حضرتك احنا مشاركتنا في المشروع فيها لثلاث اتجاهات. اول جزء هو محطات. احنا شاركنا او انشأنا ثلاث محطات: محطة مطار العاصمة، ومحطة حدائق العاصمة، ومحطة مدينة الثقافة والفنون اللي في العاصمة. واحنا بنشرف ان دي بالتشغيل التجريبي لمحطة الثقافة والفنون دي تبقى اول وسيلة نقل توصل للعاصمة الإدارية الجديدة اللي هي فخر لكل المصريين، واللي ان شاء الله بإذن الله بتنقل مصر نقلة حضارية مختلفة جدا. بالنسبة لعدد العمالة، عدد العمالة اللي شارك في المشروع دوت بيزيد عن 6000 عامل في، والحقيقة اشتغلوا يعني ليل ونهار بالتنسيق مع الاستشاريين ومع كل الشركات، لان احنا حضرتك دورنا لازم يبقى في تنسيق مع كل الشركات ومع هيئه الانفاق علشان كل حاجه تطلع مظبوطه وفي الاخر خالص المشروع يطلع بالشكل اللي طلع بيه الحمد لله. هل كان في معوقات او صعوبات واجهت حضراتكم في تنفيذ المشروع؟ الحقيقه زي اي مشروع بيبقى فيه بعض الصعوبات، ولكن الحقيقة بالتعاون مع وزارة النقل ومع الاستشاريين اللي موجودين ما كانش في حاجة بتستنى أكتر من يوم. والحقيقة هي دي ده أسلوب الحكومة دلوقتي، إن هم ما بيسيبوش المشاكل تتفاقم إطلاقا، يعني أي حاجة بيبقى فيه متابعة لصيقة، وأي مشكلة بتتحل في أسرع ما يمكن يعني. طيب باشمهندس، يعني وجودكم في تحالف وطني كشركات عاملة في مجال الإنشاءات والمقاولات العاملة أي مدى بيمثل إضافة ليكم ولخبراتكم؟ الحقيقة الشركة زي ما حضرتك قلتي هي بتعمل من 85 سنة في مجال البنية التحتية وفي مشاريع عملاقة في مصر، ولكن الحقيقة الفترة الأخيرة بقى في تحالفات كتيرة جدا جدا الدولة كانت بتحث عليها ما بيننا وما بين الشركات الوطنية زي شركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم وشركة بتروجيت وشركة كونكورد وشركات تانية كتيرة جدا. الحقيقة ديت كانت بتضيف لنا، لأن ده بيبقى نقل للخبرات ما بين الشركات، كل شركة بتبقى متميزة في جزء معين، ولكن بعد ما المشاريع بتخلص الحقيقة يعني تقريبا الخبرات بتتوزع على كل الناس. احنا كنا أول مرة نشارك في مشاريع معقدة مع وزارة النقل زي مشروع مترو الخط الرابع اللي بأول تحالف وطني، ومشروع الـ LRT ومشروع القطر السريع. فطبعا مع التحالفات ومع تعقيد المشاريع ديت طبعا بيبقى فيه استفادة كبيرة جدا للعاملين وللشركة نفسها.
في النهاية بشكر حضرتك المهندس محمد الدشوري المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله بإذن الله يعني نلتقي تاني في مشاريع أخرى، وان شاء الله قريب برضو يعني يبقى في افتتاح لمشروع اللي احنا شايفينه انه هو من أكبر المشاريع القومية دلوقتي في لتنمية كل قرى مصر في حياة كريمة، واللي احنا بنشارك فيه في اكتر من 6 محافظات، والحقيقه دوت برضو هيبقى نقله اخرى في للشعب المصري بالكامل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فندم التوفيق. شكرا جزيلا. شعاع الشمس في عيونهم غزل ميت خيط، امل في قلوب عمل شبكه لسك بها تور، اللي شايفه حلم او خيال، اوصف الجمال ده قول في ايه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عامله ايه، ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال، اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال،
بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليها. الجاي بحياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلمي مكتوب باسمي. كل الحكاية ما فيها لتعب شوية، امسك في حلمك وخليك وراه. سكك حديد مصر، أول وأقدم سكة حديد في إفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ العمل في إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والأسكندرية بطول 208 كيلومترات عام 1851، وتم الانتهاء منه عام 1854 في عهد الخديوي عباس الأول. كما تم الانتهاء من خط القاهرة السويس في عام 1858. ومع زيادة الاعتماد على هذا المرفق الحيوي نتيجة التطوير العمراني والحضاري والزيادة المتسارعة في النمو السكاني واتساع الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان، كل ذلك أدى إلى زيادة الاعتماد على شبكة خطوط السكك الحديدية. ولقد مر هذا المرفق الحيوي بمراحل تطوير متعاقبة عبر تاريخه، لكنها لم تكن لتواكب الازدياد المتعاظم في عدد السكان وعدد مستخدميه، وهو ما أدى إلى فترات من التراجع في شتى قطاعات السكة الحديد، والتي انعكست سلبياً على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. فقبل عام 2014 كان هناك عدد كبير من التحديات، حيث كان متوسط أعمار الجرارات بالهيئة 35 عاماً، معظمها متهالك بشكل كبير، كما أن أسطول عربات الركاب كان متوسط أعمار من 30 إلى 40 عاماً، وأسطول عربات البضائع يعاني من الإهمال، بالإضافة إلى تهالك البنية الأساسية من سكة ومحطات ومزلق نار وتقادم نظم الإشارات ووسائل السيطرة على مسير القطارات وسوء حالة الورش وتقادم المعدات. وفي عام 2014 قالت القيادة السياسية كلمتها واتخذت قرارها. لن نقبل ان احنا يبقى مستوانا كده ولا ادائنا يبقى كده، لازم ننهض ببلدنا ونقوم بيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى هنقوم بيها. وانطلقت رياح التطوير ودارت عجلة التحديث لمنظومة السكك الحديدية، والتي تمتلك خطوطا تصل إلى 10,000 كيلومتر، حيث تم التخطيط لتطوير جميع قطاعات الهيئة على التوازي، سواء بتطوير الوحدات المتحركة أو جرارات أو عربات الركاب أو عربات البضائع والبنية الأساسية، من خلال تجديدات السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على جميع الخطوط الرئيسية للشبكة لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتطوير الأعمال المدنية والمحطات ونظم التحكم لجميع المزلقنات، وكذلك رفع كفاءة وتطوير الورش المختلفة. ولم تغفل وزارة النقل العنصر البشري، والذي تم التركيز على تأهيله ورفع كفاءته، حيث تم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالسكة الحديد لتخريج كوادر جديدة قادرة على مواكبة التطور الكبير في هذا المجال، بالتوازي مع تدريب وإعادة تأهيل العناصر الحالية بالهيئة من خلال تنفيذ دورات تدريبية مكثفة بمراكز التدريب الموجودة بمناطق الهيئة المختلفة. ويهدف هذا التطوير إلى زيادة طاقة النقل للركاب بشبكة السكك الحديدية للوصول إلى طاقة نقل تقدر
بواحد ونصف مليون راكب يوميا بحلول عام 2024، ثم مليوني راكب يوميا بحلول عام 2030 بدلا من مليون راكب يوميا حاليا، وكذلك زيادة حجم المنقول من البضائع بخطوط الشبكة لتصل إلى 13 مليون طن سنويا بحلول عام 2025 لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل التلوث وزيادة العوائد المالية للهيئة. فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، وكذلك التطوير والتحديث الكامل لأسطول الوحدات المتحركة للركاب والبضائع. ولتطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة للركاب تم التعاقد على توريد 260 جرارا جديدا ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب آلي للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، حيث تم الانتهاء من توريد 110 جرار حتى الآن، وجاري رفع كفاءة وإعادة تأهيل 172 جرارا قديما. كما تم التركيز على إعادة تأهيل وتطوير جميع عربات الركاب القديمة بالهيئة بإجمالي 1791 عربة، وتم الانتهاء من توريد 658 عربة جديدة للركاب ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة مختلفة الأنواع، والتي تم التعاقد عليها مع التحالف الروسي المجري، والتي تعد أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد. ولقد شهد نهاية العام الماضي لحظة تاريخية فارقة لهيئة سكك حديد مصر، حيث شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رفع آخر عربة قديمة من أسطول التشغيل اليومي. تصبح كافة عربات أسطول التشغيل اليومي جديدة أو مجددة بورش الهيئة، والتي تم التخطيط لتطويرها بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات للارتقاء بمستوى خدمات الصيانة والعمرات بهذه الورش وزيادة معدلات السلامة والأمان. وقد تم الانتهاء من تطوير 26 ورشة حتى الآن من إجمالي 33 ورشة. وفي مجال تدعيم أسطول عربات الركاب، فقد تم وصول القطار الأول من إجمالي 7 قطارات من شركة تلجو الإسبانية العالمية، وجري أعمال التشغيل التجريبي للقطار حاليا، حيث تمتاز قطارات تلجو بالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كيلو مترا على الساعة، وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية في عربات الدرجة الثانية، ونظام إنذار للحريق للحفاظ على سلامة الركاب، وشبكة واي فاي وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، بما يحقق الراحة للركاب في السرعات العالية، ومقاعد ودورات مياه مخصصة لذوي الهمم. كما اهتمت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمجال نقل البضائع، حيث تم التعاقد مع مصنع سماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتوريد 1215 عربة بضائع جديدة أنواع مختلفة. كما يجرى حاليا اتخاذ إجراءات فعلية لتحويل قطاع نقل البضائع إلى شركة بمشاركة القطاع الخاص لإحداث نقلة نوعية هامة
في هذا القطاع الحيوي الهام. سكك حديد مصر تنقل أكثر من 1,000,000 مواطن يوميا و375 مليون راكب سنويا، وتخدم كافة محافظات الجمهورية. مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة النقل، وتخلق تحديا كبيرا في فتح آفاق جديدة للمواكبة المستمرة للتطوير الحادث عالميا في مجالات النقل المختلفة، وبما يليق ببلد عريق اسمه مصر، وبالجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات في التاريخ، دور تلاقي عنها مكتوبة حكايات بالعزيز.